نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا من محافظة الوجد. تقول أختكم في الله أم أحمد: أم أحمد، عرضنا لها بعض القضايا في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم أول الشيخ صالح فتقول: في السنة الماضية نويت أن أصوم يوم عرفة، وذلك لأخي لي قد توفي، أي أني صمته لينال أخي رحمه الله الأجر والثواب، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ وإن لم يكن جائز فلما أجر صومه جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإنه لا يشرع الصيام عن الغير إلا الصيام الواجب بالنذر، أو الصيام الذي يكون من شهر رمضان إذا كان عليه صيام ومات ولم يقضه مع تمكنه من القضاء، لكنه فرط ومات قبل القضاء. بعض العلماء يرى أيضا أنه يصام عنه مثل ما يصام عنه في النذر. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي رواية: من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. أما صوم النفل فإنه لا يصام عن الميت ولا عن الحي، وإنما يكون أجره للصائم. نعم.